التي ستزور مناطق أخرى. وأكيد جدا أن صاحب الجلالة هو الذي أعطى هذه التعليمات كما هو لدى على مثال احتمالي. وأكيد جدا أن الوضع أصبح الآن يسمى أن الاستقرار الأمني لا بد من توفير قاعدة اجتماعية له لضمان استمراره. هذا الحراك الذي يعرفه المغرب كله. وأتي بعد استماعنا لكلمة الوزير الأول واستماعنا لعرض السيد الوالي ورئيس الجهة يتضح أن أغلب المشاريع المبرمجة التي أنجزت جزء منها والأجزاء التي لم تنجز هي نتيجة عدم قدرة الحكومة على إرضاء التزاماتها إزاء المشاريع الجهوية. هذا الشيء لأن الحكومة ما بدأتش، لأن تحقق الحكومة ما بدأتش تدير الإنشاء. فكلية الطب برمجت في ابن الله منذ 4 سنوات وحددت القطعة الأخيرة قدام بلوك أرشيتكتير وتحددت الأساتذة اللي يدربوا اللي غادي يتعرفوا فيها. فأريد من الآخر هذا رابط تحت البروجي ودفعوا منها نخطو مثال الناس ديال القصور الكلاوي اللي عندهم البطاقة الرابط 150 اللي كيستافدوا و 180 يديروا في غادي يتضغطوا. واش عمركم سمعتوا القصور الكلاوي في غادي يتضغطوا؟ أنا خصهم يموتوا. أكثر من هذا، لا 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 أكثر من هذا، السيد وزير الصحة هو معنا داروا أبيض دور مارشي ديال السلعة عرض مفتوح اللي اعتقد بالنسبة للسلطة وتهزوا المرضى لو حتى نجلس في العرض وتعطاو السلطة وتضرب كاع ديك الأبصرة ديال المشي ديالهم والمشي ديالهم ولم يحترم الحق المقدس للمريض في اختيار طبيبه. هذا القانون وجب مراجعة السيد وزير الصحة بنادم ماشي سلعة اللي عنده الرابط وعنده القصور الكلوي اوتوماتيك مخصو الدواء ونحيلو الرابط لأن تعتبر من غير انطلاقة وما تبيعوهوش كون ديرو السلطة فرقوك على السلطة وديرو شي طريقة في الدار بالمرأة ياخدها. ثالثا هناك منطقة ناشط الوضع واستقبلها يكمنوا في السياحة وفي الصناعات الغذائية. لابروكور السيد الوالي مريد تا هو اللي يجمع على لابروكور خصو يتطور في السكة الحالي باش يجي مستمر خصو لابور سيك تولي الديوانة هنا. الكلام اللي قلتو بأن الحكومة قررت دارت لجنة ديال لا تركيز التعزيز الجهوية ودارت لجنة ديال الاستثمار فالجهوية أصلا خصها تكون هي على لا تركيز. لجنة المناخ راه دارت 2 لجنة جهوية لمناخ الأعداء 4 سنين هادشي يعني تخدم فيه تخدم على رئيس الجامعة ها السيد الوالي شرف عليها ها المركز الجهوي الاستثمار كذلك أدبي وأنا شخصيا خدام فيها خدمنا الدعية تطلع الفوق تنقش المغرب 650 ألف حبيش عاطي سنوي 650 ألف عاطي سنوي يلا تتقوم بشر منهم. شكرا اكتفي بهذا الجمعة. أنا أطيب وقد يجب أن على سؤال واحد كلمة العرائض اللي كتب واش يمكن للعرائض أن تتوسع تشكيل توسع وأن تطالب بإسقاط حكومة على قدرتها على مسيرة Thank you.
السيد الوزراء المحترم، السيد الرئيس، السيد الجهاز، السيد الرئيس المحترم، تحية.